إذا كنت تشعر بالتعب باستمرار وتعاني من مشاكل جلدية وتجد صعوبة في الحفاظ على وزن صحي، فقد يكون السبب أنك تستهلك الكثير من السكر. وللإشارة لا يوجد سكر في الحلويات فقط، بل يوجد أيضا في العديد من الوجبات والمشروبات الجاهزة، واستهلاك الكثير منه يمكن أن يهدد صحتنا بمجموعة من الأمراض. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف وإياكم على علامات تحذيرية تشير إلى تناول الكثير من السكر إذا كنت تتناول الكثير من السكر فإن الجوع المتزايد هو من أولى العلامات فالجسم كما هو معلوم يحرق السكر المتواجد في الوجبات المصنعة والمعالجة بسرعة لذلك بغض النظر عن الكمية التي تتناولها ستشعر بالجوع مرة أخرى في غضون 30 دقيقة اذا اصبت بارتفاع ضغط الدم فقد يكون تناول الكثير من السكر المضاف في نظامك الغذائي من العوامل المساهمه حيث ان تناول المشروبات المحلات بالسكر له علاقه كبيره بارتفاع ضغط الدم ويؤكد العلماء ان المستويات المرتفعه من الجلوكوز يمكن ان تلحق الضرر ببطانه الاوعيه الدمويه مما يسهل على الدهون مثل الكوليسترول الالتصاق بجدران الأوعية الدموية وعندما يحدث ذلك تصاب بتصلب الأوعية الدموية وعندما تتصلب الأوعية الدموية يرتفع ضغط الدم اذا كنت تجد صعوبه في علاج حب الشباب فقد يكون من المفيد التفكير في مقدار السكر المضاف الذي تتناوله حيث يلعب التحكم في نسبه السكر في الدم دورا مهما في صحه الجلد وحب الشباب وقد تكون التجاعيد علامه اخرى على انك تستهلك الكثير من السكر لانه يشجع على شيخوخه الجلد وظهور الخطوط الرفيعه في المناطق الاكثر حركه في الوجه مثل منطقه العينين والفم هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى آلام المعدة أو تقلصات أو إسهال، ويمكن للطبيب المساعدة في الوصول لسبب الأعراض بشكل دقيق، لكن يمكن أن يكون تناول الكثير من السكر هو أحد أكثر العوامل المسببة لتهيج الأمعاء، حتى بالنسبة للذين يعانون من حالات صحية أساسية مثل متلازمة القولون العصبي أو مرض الكورونا أو التهاب القولون التقرحي، حيث يمكن للسكر أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز الهضمي. هل تعلم أن السكر دور كبير في الإصابة بآلام المفاصل؟ ففي دراسة نُشرت عام 2017 حيث وُجد من بين 24% من المستجوبين الذين أصيبوا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أكدوا أن الطعام أثر على أعراضهم وبالأخص الصودا والحلويات، وتُظهر الأبحاث أن تناول الصودا المحلاة بالسكر بانتظام يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. وفقا لدراسة أجريت على 300 طالب جامعي نشرت في عام 2019 ترتبط جودة النوم السيئة بشكل كبير بزيادة استهلاك السكريات المضافة حيث ينظم نوم الإنسان عدة عوامل منها الضوء ودرجة حرارة الغرفة بالإضافة إلى مراقبة نسبة السكر في الدم وعندما يزيد استهلاك الشخص لكمية كبيرة من السكر يزيد السكر في الدم وبالتالي نفس الدورة النوم ونوعيته إذا كنت تمرض باستمرار وتتعرض للحمى في بعض الأوقات فالاستهلاك المفرط للسكر يضعف جهاز المناعة مما يجعلك أكثر عرضة للحمى والإنفلونزا والأمراض المزمنة إذا كنت تشعر بتقلب المزاج والانفعال قد لا يكون توتر هو السبب الوحيد ربما يكون علامة على أنك تتناول الكثير من السكر حيث نشرت دراسة في عام 2020 تشير إلى أن تناول السكريات المضافة يمكن أن يعزز الالتهاب ويزيد الحالة المزاجية سوءا ويؤدي إلى أعراض الاكتئاب كما يجعلك تشعر بالخمول وسرعة الانفعال يمكن ان تكون مشاكل التشتت الديني وقله التركيز والذاكره نتيجه لاستهلاك الكثير من السكريات المضافه ورغم ان الجلوكوز هو المصدر الاساسي للوقود في الدماغ الا ان الكميات الزائده يمكن ان تسبب ارتفاع في السكر الدم ولها تاثير التهابي في الدماغ وتاثير سلبي على الوظيفه الادراكيه تحب البكتيريا الموجودة في افواهنا ان تتغذى على السكريات البسيطه لذلك اذا وجد طبيب اسنانك المزيد من التجويف او اذا تم تشخيصك بمرض اللثه فقد يكون ذلك بسبب انك تتناول كثير من السكر المضاف